أطلقت الوكالة الوطنية للنفايات بداية هذا الشهر حملة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية وما شبهها لهذا الموسم بولايات الجزائر بهدف استخراج مؤشر التقييم الكمي للنفايات المنزلية والنفايات المنتجة من طرف المتعاملين الاقتصاديين والإداريين. في الموضوع نتحدث اليوم عن أهمية الفرز الانتقائي للنفايات وتثمينها. أرحب بضيفتي السيدة صابرين بجار رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للنفايات. السيدة بجار صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير أختي الكريمة، نشكركم على الدعوة وصباح الخير لكل المشاهدين. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج. إذن الفرز الانتقائي للنفايات استراتيجية سطرتها الوكالة منذ عدة سنوات، إلى أين وصلت هذه العملية؟ هل لنا اليوم أن نقيم هذه العملية؟ في البداية لو نصنف النفايات راح نصنفوها من حيث طبيعتها، وهنا راح تكون عندنا نفايات منزلية ومشابهة لها، تكون عندنا نفايات خطيرة وخطيرة خاصة والنفايات الخطيرة، وتكون أيضا عندنا نفايات هامدة. لو نطرق أيضا إلى طبيعة أو تركيبة النفايات، هنا راح نشوفوا أنه عندنا نفايات اللي تعود إلى تركيبة المادة، بالتالي تكون عندنا نفايات بلاستيكية، نفايات كرتون، نفايات عضوية إلى غير ذلك. بالنسبة للنسب اللي تحصلنا عليها من خلال عمليات تصنيف النفايات اللي تقوم بها الوكالة الوطنية للنفايات، فحوالي 30% من هذه النفايات هي نفايات قابلة للاسترجاع والتثمين، على غرار يعني النفايات العضوية اللي أيضا اللي توصل نسبتها إلى 54%، واللي أيضا يمكننا أن نسترجعها ونثمنها. بالتالي تثمين النفايات هذه ما يكونش إلا عن طريق الفرز الانتقائي للنفايات. الوكالة منذ 2013 تقوم في إطار يعني المهام اللي وكلتها بها وزارة البيئة لتجسيد تجسيد مشاريع نموذجية، اللي من بينها مشاريع الفرز الانتقائي للنفايات. هنا كنا وضعنا مشروع نموذجي على مستوى بعض الأحياء من بعض الولايات، وإن كان الهدف منه هو رسخ ثقافة الفرز الانتقائي على مستوى يعني نموذجي، بالتالي كان ملزوم على يعني البلديات أنها هي تقوم بتعميم المشاريع هذه. العمل في الفرز الانتقائي يكون بالتوازي مع كل المعنيين بالمحليين، يعني نتكلموا عن الجماعات المحلية، عن الجمعيات وكذا لجان الأحياء، المواطن أيضا له دور، المؤسسات رفع النفايات لها دور، كل له دور يعني مهم وأساسي، وبلا به المشروع يعني ما ينجحش. إذن هناك عدة أطراف فاعلة في عملية الفرز الانتقائي للنفايات وتوفير الوسائل أيضا الضرورية لتمكين هذه العملية ميدانيا في جميع الأحياء، نخرج من الأحياء النموذجية إلى تعميمها في الأحياء الأخرى. طبعا الموضوع مبدئيا كان المشروع مبدئيا كان يعني بازي يعني سوغ يعني أن نوضع تحت تصرف المواطنين حاويات صفراء ملونة لكل مادة. احنا اخترناها بلونين وذلك لوجود مراكز الردم التقني اللي هي ايضا مكونة من مراكز فرز انتقائي، وين يكون كاين فرز ثاني، بالتالي كاين حاويات صفراء لتجمع كل ما هو نفايات قابلة للرسكلة وخضراء للنفايات الاخرى. طيب نبقى في عملية الفرز الانتقائي للنفايات. الزميلة هند الشرفي رافقت إطارات أعوان الوكالة الوطنية للنفايات في هذه الخرجة بالعاصمة، بالضبط في القبة، نتابع ثم نواصل النقاش. هكذا بشرت الوكالة الوطنية للنفايات حملتها التحسيسية ونشاطها الميداني على مستوى حي جريد واحد بالقبة بالعاصمة. وبلغة الأرقام والإحصائيات تعكف الوكالة على إعداد مؤشرات دقيقة من أجل إدارة النفايات. راح نتقدموا إلى المواطنين، راح نعطوا لهم أكياس وهم يقوموا لنا يعطوا لنا نفاياتهم اللي يخلفوها في اليوم الواحد. أبخي إحنا نقوم بوزن هذه النفايات ونخرجوا منها مؤشرات ومعطيات دقيقة فيما
مجال إدارة النفايات. أنا في فصل الصيف مدى بنا إن شاء الله نروح أبعد من ذلك، نروح لمالل الفرز الانتقائي للنفايات المنزلية. الوكالة الوطنية للنفايات ترافق مصالح البلديات طيلة العملية من أجل تقييم حاجية المواطن وتلبية مطالبه الضرورية المتعلقة بنظافة الأحياء السكنية. راح تساعدنا في التسيير نعرفوا من بعد كومبيان دو باك راح نستاليو في لاسيتي هذه، كومبيان دو غوتاسيون، شحال راح يخرج هذا الفرد، من بعد تكون هذا لو غاسيو هذا سي كمية النفايات المنتجة للمواطن الواحد. يدي على كل مبادرة مليحة جاز ديجا من قبل لهنايا الحمد لله، أي حاجة تتعلق بالبيئة حاجة مليحة، وحنا نعاونوكم على كل حال، اللي يقدر يعاون يعاون مدى بينا. هذا وتستمر الحملة التحسيسية إلى غاية نهاية الشهر الجاري، والرهان على وعي المواطن لإنجاح العملية. رهان إذن على وعي المواطن وأيضا على التنسيق بين كل الجهات الفاعلة. تنضم إلينا عبر الهاتف الآن المتلفة بالإعلام بمؤسسة نت كوم السيدة نسيمة يعقوبي. صباح الخير سيدتي، مرحبا بك، أهلا بك. صباح النور. ما هو الجديد على الميدان لتفعيل عملية الفرز الانتقائي للنفايات؟ نعم، من بين يعني أهم استراتيجيات المؤسسة وهي تعميم الفرز الانتقائي. احنا الآن نقولوا النفايات لازم المواطن يعرف بلي هذه النفايات ثروة اقتصادية هامة. نعم. يجب استغلالها، وعليه يعني في ولتحقيق هذا المشروع كنقولوا فرز الانتقائي، باش ينجح هذا المشروع لازم يجب إشراك المواطن في هذا المشروع. هذا يعني المؤسسة تقوم بدراسات تقنية، كنقول دراسات تقنية من أجل توفير كل وسائل المادية والبشرية بما فيها الشاحنات الحاويات والتسطير. يعني من المؤسسة تقوم بتسطير برنامج دائم لتحسيس المواطن. نتحدث عن الحاويات سيدة يعقوبية، الحاويات. نعم. الخاصة بكل نوع من النفايات. نطلب. نعم. من المواطن أن يشارك في عملية الفرز الانتقائي، لكن في غالب الأحيان هذه الحاويات غير متوفرة، هي فقط في بعض الأحياء النموذجية. كيف تعولون على دور المواطن، ثم ما هي الجهود لتعميم هذه الحاويات في مختلف الولايات والبلديات؟ نعم، احنا نهضروا على الفرز الانتقائي، مازال ما حدثش هناك تعميم هذه. نعم. العمليه وضعناها في احياء نموذجيه. للعلم فان مؤسستنا تقام تتدخل على مستوى 26 بلديه من مجموعه 57 بلديه لولايه الجزائر. درنا احياء نموذجيه، قمنا بتحسيس المواطنين، والحمد لله يعني هذا المشروع نقدر نقوله نجح بنسبة أكثر من 90%. لقينا المواطن يعرف معناتها هذا المشروع وتفاعل، وبفضل هذه العملية التحسيس اللي ما حبسناهاش كامل في هذه الأحياء النموذجية. والآن باش نقوله باش تتعمم هذه العملية يجب توفير الوسائل. نعم. الوسائل بما فيها المادية والبشرية كما ذكرنا من قبل، وتحسيس أيضا المواطن يكون بصفة دائمة، يعني ما لازمش نحبسوا هذه العملية التحسيسية. طيب سيدة نسيمة يعقوبي، أشكرك جزيلا للانضمام إلينا في هذا الصباح، أنت المتلفة بالإعلام بمؤسسة نت كوم. سيدة بجار أعود إليك، كيف تتم ميدانيا عملية الفرز الانتقائي للنفايات؟ الآن لو نتكلم عن الفرز الانتقائي عبر الولايات، كاين فرز انتقائي يعني اللي راهو يتم عن طريق متعاملين اقتصاديين أو متعاملين خواص. وين أنا نشوفوا أنه كاين متعاملين خواص راهم هما ياخذوا على عاتقهم وضع الحاويات، حاويات مخصصة للنفايات، منها نفايات البلاستيكية على مستوى الأحياء، وين العمل ديالهم يكون بالتوازي مع لجان الأحياء والجمعيات لتحسيس الدائم حول هذا المشروع. نظن أن هذه طريقة يعني لازم تحفز الجماعات المحلية والبلديات، لأنها طريقة تضمن جودة والجودة وأيضا الكمية اللازمة بالنسبة للفرز الانتقائي. لأنه يعني لو نشوف الجانب الاقتصادي للفرز الانتقائي ما يكونش عنده يعني جانب
اقتصادي ملائم الى ما كانش تعميم على مستوى عده احياء، وهذا واش لاحظناه من خلال المشاريع النموذجيه اللي اوضعناها. كاين الان بين الاستراتيجيه الجديده اللي وضعتها وزاره البيئه اللي هي استراتيجيه لافاق 2035، وهي يعني تحمل يعني التراس دي زوبجيكتيف من هذه الأهداف، يعني تقليص نسبة النفايات اللي تنتج على مستوى المنازل وغيرها، أيضا تشجيع الفرز الانتقائي للنفايات، أيضا خلق فروع الخاصة بتثمين النفايات، وأيضا وضع حيز تطبيق مبدأ الملوث الدافع اللي معروف عليه أنه من بين الميكانيزمات اللي تضمن تمويل هذه الفروع، وأيضا يعني تشجيع القطاع الخاص في هذا المجال. نتحدث عن تشجيع القطاع الخاص، تشجيع الشباب على إنشاء شركات متخصصة للمشاركة في الفرز، ومن ثم الوصول إلى كل حلقات تدوير النفايات للمساهمة في تثمين هذه النفايات اقتصاديا. لو نتكلم أيضا على هذه المنشآت الخاصة، نشوف أنه هي في تزايد من حيث العدد ومن حيث أيضا الكمية اللي يتروح للاسترجاع والتثمين. فمن بين يعني لو نقارن بين سنوات 2014، من 2014 حتى 2019 كان فيه زيادة بنسبة 40%. كل هذه كل يعني المتعاملين الاقتصاديين أو حاملي المشاريع الشباب راهم يتوجهوا نحو هذا النوع من المشاريع، وين يقوموا بجمع النفايات و يعني إنشاء مؤسسات خاصة بجمع وتثمين النفايات، سواء لاسترجاعها وتثمينها واستعمالها في سلسلة يعني الإنتاج الوطني، أو حتى الإكسبورتاسيون يعني للتصدير الخارجي. طيب نعود للحديث عن الحملات التوعوية والتحسيسية لتعميم هذه العملية للتوعية بضرورة استعمال النفايات أو الاستغلال الأمثل للنفايات. هذه الحملات بين المواطن، بين جمعيات المجتمع المدني، وبينكم كطرف فاعل في هذا المجال. طبعا عمليات التوعية والتحسيس هي عمليات مهمة ومهمة جدا، وهي ترافق كل مشاريع الوكالة الوطنية للنفايات حسب المواسم. يعني في شهر رمضان نحسوا ونوعيوا حول التبذير الغذائي، في أيضا موسم الاصطياف يعني نحثوا على نظافة الشواطئ، وأيضا بالنسبة للفرز الانتقائي كانت في حملات تحسيسية مكثفة لي يعني مرافقة المواطنين في يعني لرفع وعيهم بالنسبة لهذه المواضيع. بالتالي كانت في حملة تحسيسية جوارية وين كانوا يعني وين تعاملنا يعني ديريكت avec un contact direct مع ربات المنازل اللي يعني باش نورو لهم كيفاش يفرزوا النفايات، وايضا كانت في حملات تحسيسية للاطفال على مستوى المدارس، والتحسيس يبقى مهم يعني ومهم جدا، ويكون يعني بالتوازي مع الجمعيات ولجان الأحياء. أيضا الوكالة الوطنية للنفايات راهي تلقت يعني حملة تحسيسية للأطفال حول موضوع النفايات عن طريق المسرحية اللي هي مسرحية دار أمين، اللي راهي تتجول حاليا حول 6 ولايات لتوعية الأطفال حول الفرز الانتقائي والتسيير المثالي للنفايات. حملة التقييم الكمي للنفايات التي أطلقتها الوكالة الوطنية بداية هذا الشهر هي متواصلة. ما هي نوعية النفايات التي أصبح يفرزها الجزائريون بصفة كبيرة، خاصة ونحن نعيش على وقع الجائحة؟ نشير إلى النفايات الجديدة التي دخلت في قائمة النفايات في الجزائر. أكيد أنه يعني منذ يعني من سنة 2019 كاين نفايات جديدة اللي راهنا نوجدوها في الحاوية، منها يعني نفايات الوقاية الشخصية اللي نستعملوها، والآن يعني مع تزايد في العدد تزايد في عدد الإصابات بالكوفيد نعاود نحسوا حول ضرورة ارتداء الكمامات، وأيضا حول التعامل الصحيح معها كنفاية بعد
هذا الاستعمال، بالتالي فهي يعني هذه الكمامات تعتبر نفايات خطيرة وتشكل خطر أيضا، وتشكل خطر على يعني اللي يتعاملوا معها منها عمال النظافة. فوضعها في أكياس محكمة الإغلاق وتركها أو تعقيمها لمدة 24 ساعة هي من 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 أولويات عملية تحسيس اللي نقوم بها لتفادي انتشار الوباء طبعاً. طيب موسم الاصطياف والحملات التحسيسية على الشواطئ خاصة فيما يتعلق بنظافة السواحل، 87% من النفايات في السواحل هي نفايات بلاستيكية. طبعا بالنسبة لعمليات التحسيس والتوعية راهي متواصلة خاصة مع بداية موسم الاصطياف، فتوعيتنا تروح يعني موجهة للمصطافين خلال فصل الصيف حول لرفع يعني وعي المصطافين حول نظافة الشواطئ، ترك الشواطئ نظيفة، وأيضا التقليل من استعمال البلاستيك، خاصة البلاستيك ذو الاستعمال الواحد اللي ما يمكنناش أنه نسترجعه ولا أنه نثمنه، واللي يشكل خطر كبير على البيئة وعلى المحيط. أشكرك جزيلا السيدة صابرين بدار على الحضور معنا وعلى كل هذه التفاصيل. أنت رئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية للنفايات، شكرا جزيلا لك.